هذا سائل يقول: ما هي حدود المسجد الحرام؟ وهل المسعى من ضمن المسجد الحرام؟ وما حكم سعي الحائض؟ المسعى خارج عن المسجد الحرام، لأنه مشعر مستقل، مشعر مستقل. وحدود المسجد الحرام جدرانه من جميع الجوانب، جدران المسجد من جميع الجوانب هي حدوده، فما كان داخلها فهو من المسجد الحرام، ما كان خارجها فإنه خارج المسجد. نعم. سعي الحج هذا ركن، سعي الحاج ركن من أركان الحج، لا يصح إلا به. نعم. سعي الحائض أحسن الله إليك. الحائض لا يجوز لها السعي، الحائض يجوز لها السعي إذا كانت طافت في البيت طواف الإفاضة أو طواف العمرة ثم أدركها الحيض قبل السعي تسعى، ما يخالف، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، والمسعى يجوز للحائض أن تدخله لأنه ليس من المسجد. نعم.